بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال، الأخ المناضل ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين، الأخوة قادة الأردن الشقيق، السادة أصحاب السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، اسمحوا لي باسم الشعب اليمني الصامد أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي العزيز جلالة الملك حسين بن طلال. الذي بذل جهودا كبيرة مع حكومته وشعبه ومع كل الخيرين في الوطن العربي وفي الطليعة، أيضا أخي المناضل ياسر عرفات، إلى جانب الأردن الشقيق وكثير من الدول الشقيقة والصديقة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوروبية المشتركة وبقية الخيرين في العالم الذي كانت أيديهم على قلوبهم حريصين على الوحدة اليمنية التي أنجزت في 22 مايو 1990 بطرق سلمية وديمقراطية. والحمد لله ها نحن هنا في الأردن الشقيق نوقع على وثيقة العهد والاتفاق التي أنجزتها قوى الحوار، القوى السياسية للأحزاب الوطنية والشخصيات المستقلة، والذي نعمل بهذا التوقيع أن ننتقل بالفعل قيادة وحكومة وشعبا وفي الطليعة أحزاب الائتلاف الثلاثة، المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح وبقية القوى السياسية إلى واقع التنفيذ العملي حسب ما تضمنتها وثيقة العهد والاتفاق. أخي جلالة الملك، نقدر تقديرا عاليا استضافتك لهذا الحشد الكبير من مختلف الشخصيات الاجتماعية والسياسية والرموز الوطنية والقيادة التاريخية، وفي مقدمتهم الأخ المشير عبد الله السلال والأخ علي ناصر محمد والأخ عبد الرحمن البيضاني وكثير من الرموز الوطنية والقيادة التاريخية اليمنية. وكان من المفروض أن يكون معنا الوالد المناضل الكبير عبد الرحمن بن يحيى الأرياني، ولكن لعذر وسبب تأخر في دمشق. نشكرك باسم هذه القوى وباسم شعبك وإخوانك في اليمن حرصك على الحفاظ على الوحدة اليمنية، وإن شاء الله سنكون عند حسن ظنك وظن شعبنا في الأردن وكل الأمة العربية الخيرة الحريصة على الوحدة اليمنية، إننا سنكون عند حسن الظن الجميع، وإننا سنطوي صفحات الماضي بكل أشكالها ومآسيها وما حصل لها من تلابسات ومن إشكاليات. سنعدك وعد الرجال الأوفياء إننا سننتقل بهذه الوثيقة إلى مرحلة العهد والتوفيق والتنفيذ إن شاء الله. من كل قلبي وباسم هذه القيادات أتقدم مرة ثانية بالشكر الجزيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.